مرة أخرى أهلا بكم في مدار الغد. تتصاعد وتيرة محاولات إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي على العملات أو المعاملات التجارية الدولية بعد أن ظل متربعا لعقود على عرش العملات عالميا. حصة الدولار من احتياطي النقد لدى المصارف المركزية حول العالم تراجعت لتسجل نسبة 58% في الربع الأخير من عام 2022، ليسجل معدلا هو الأدنى له خلال 27 عاما. ومنذ عام 1999 هبط نصيب الدولار من احتياطات البنوك المركزية حول العالم بنسبة 13%. يبلغ حجم الدين المقيم بالدولار نحو 50% من الدين العالمي، كما أن نحو 40% من معاملات عبر نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية تتم بالدولار الأمريكي. تسعى عدد من الدول وعلى رأسها الصين وروسيا إلى تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال قمة بريكس الأخيرة أكد أن هدف إنهاء الاعتماد على الدولار في علاقات روسيا الاقتصادية هو عملية لا رجعة فيها، إلا أن سقف طموحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بدأ أعلى، إذ حث قادة التكتل على إنشاء عملة مشتركة لتستخدم في التبادل التجاري فيما بينها. أعضاء تكتل بريكس الحاليون يمثلون أكثر من 40% من سكان العالم، وتمثل اقتصادات بريكس نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لذا لا يمكن إغفال أهمية ذلك التجمع الاقتصادي ولا الاستهانة بمحاولاته لكسر هيمنة الدولار. فهل ينجح في ذلك؟